لو من دواعي الشعور أن نكون في هذا اليوم في هذا العرس بمشاركتكم اهتمامكم، وهذا من خلال المبادرة اللي قام فيها لجنة الخدمات الاجتماعية المؤسسة للمساحة الجمهورية للإنسان التي هي مشكورة عليها. شرف لنا أن نكون ما بين إخواننا وآبائنا في هذا العرس، باش نقولوا رانا دائما يعني الدعم تاعنا راه ليهم في كل وقت، ورانا يعني في كل وقت معاهم. واش معناتها كي قال واحد خرج بركات يعني انقطع مثلا قال علاقه تاعنا مع المؤسسه، لكن احنا كعلاقات يعني انسانيه واخويه احنا دائما كما قلت دائما نتشرفوا باخواننا بابائنا دائما رانا في يعني باش نقدموا يد العون ويد المساعده مهما تكون الظروف. دونك نعاودوا مجددا نقولوا بارك الله فيكم على الدعوه السيد رئيس الجمعيه الاجتماعيه، وحضور كبير بالتوفيق ان شاء الله. ورانا دائما في الخدمه، وقت اللي كما قال وقت اللي يستحقوا حاجه خاوتكم ولادكم راهم كما قلت راهم واجدين من اجل خدمتكم. شكرا.